مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي والاهلي في كل مكان. زي ما معودين حضراتكم ان احنا دايما نطمنكم على الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، واكيد الشغل الشاغل للجماهير الاهلاويه هي مباراه تاونشيب البتسواني. تعالوا بسرعه قبل ما نتكلم في اي حاجه نشوف محمد سعيد معانا من مقر الاقامه في بتسوانا عشان يطمنا على كل اللي حصل النهارده في ميران الاهلي، ويطمنا على الحاله العامه لجميع اللاعبين. محمد سعيد اهلا بيك. اهلا بك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في الوطن العربي وفي جمهوريه مصر العربيه. عايز اقول لك احنا دلوقتي في هذه اللحظات احنا موجودين امام فندق اقامه فريق النادي الاهلي في وسط او قلب العاصمه البتسوانيه جبروني. الحمد لله الامور تسير بشكل جيد. التدريب النهارده كان تدريب اساسي ورئيسي على ملعب الجامعه البريطانيه. بالتاكيد عندك استفسارات كتير واسئله كتير، ابدا معاك. نبدا الاول في الحديث عن التمرين. يعني طبعا تمرين النهارده كان فيه تفاصيل كتيره جدا. الجهاز الفني النهارده يعتبر بدا تدريباته بشكل رسمي في ظل حاله ارهاق ومشقه سفر استمرت حوالي الرحله حوالي 12 ساعه. فضل الجهاز الفني بالامس عندما وصل الى فندق الاقامه في بتسوانا عدم خوض اي تدريبات مسائيه والاكتفاء بتدريبات استشفائيه. ايضا صباحا فوجئنا بمايكل ليندمان مدرب الاحمال والجهاز المعاون يطلب اقامه تدريب استشفائي للاعبين في السنه 10 ظهرا لتهيئه العضلات وتهيئه اللاعبين للتدريب البدني والفني الذي اقيم اليوم في حدود الساعه 4:30 عصرا على ملعب الجامعه البريطانيه. كان هناك حاله ارهاق شديده جدا والبعض كان يتخوف من تقلصات عضليه نتيجه رحله السفر الطويله، لكن بعد التدريب الاستشفائي بالامس واليوم اللاعبون الحمد لله اصبحوا جاهزون لهذه المباراه، خاصه ان التدريب البدني اليوم على ملعب الجامعه البريطانيه اثبت ان الحمد لله الجاهزيه البدنيه ل 23 لاعب هي قائمه مباراه فريق النادي الاهلي ان شاء الله في هذه المباراه، جاهزون لهذه المباراه وادوا تدريبات بدنيه على اعلى مستوى. وبالتالي في ختام هذا التدريب يعني باتريس كارتيرون يعني عمل تقسيمه فنيه وشغل تكتيك متعلق بقى بالمباراه باذن الله المقرر اقامتها في تمام الساعه 6 ان شاء الله مساء السبت القادم يا كابتن ميدو. يعني يا سعيد الاول تعالى نكلم الساده المشاهدين او نعرفهم التدريب الاستشفائي الصباحي اللي عمله مايكل ليندمان كان عباره عن ايه لو انت تابعته. بالفعل كنا حاضرين هذا التدريب وتواجدنا في الدور الاخير في الاوتيل. مايكل ليندمان كان كل اللاعبين 23 لاعب بما فيهم ثلاثي حراس المرمى، تدريبات تفقع عضلات وتدريبات اطاله. انت بتهيئ العضلات للتدريبات البدنيه في ظل ان كان البعض كان بيشتكي او عنده احتماليه تقلص عضلي في الساعات القادمه نتيجه مشقه السفر وطول رحله السفر. وبالفعل هذا التدريب لم يستغرق اكثر من حوالي 25 دقيقه، كان في اعلى الاوتيل في الدور الاخير. والميزه التي يعني في هذا التوقيت الساعه 12 الظهر ان الجو كان في بروده خفيفه، كانت الشمس موجوده، لكن في نفس الوقت في هذا التدريب الصباحي مع بروده الجو مع الشمس الساطعه كل هذه الامور بتساعد اللاعبين بشكل جيد على فك العضلات وتهيئه العضلات للتدريبات البدنيه والحمل البدني خلال الساعات القادمه. بالتالي بعد هذا التدريب ويمكن حتى انا لاحظت كابتن حسام عاشور بعد نهايه التدريب قال لكل لعيبه تدريب جيد يا جماعه الحمد لله حتى ما حدش فينا عرق، لكن فكينا العضلات بشكل جيد عشان نستعد للتدريبات ان شاء الله في المساء. وبالفعل كان تدريب متميز جدا، اللاعبين حتى ادوها في روح ومرح جميل جدا. مايكل ليندمان كمان وهو بيأدي هذا التدريب كان في حاله من المرح عشان يساعد اللاعبين على تخطي هذه المرحله البدنيه للاستعداد للمران الفني في المساء والتدريبات خلال اليومين القادمين باذن الله قبل موعد مباراه يوم السبت باذن الله يا كابتن ميدو. اكيد يا سعيد، يعني انا بعرف الساده المشاهدين عشان نعيشهم الاجواء زي ما احنا متعودين معاك، وخصوصا كمان انت بتدينا شرح وافي لكل اللي بيحصل من اول دقيقه لاخر دقيقه، حاجه جميله جدا يا سعيد. يعني التدريب كان هنقول في روف الفندق، ما كانش في ملعب عادي، كان في الروف مثلا، كان عباره عن استرتشات فك عضلات كلها علشان يتفادوا التقلصات والاصابات اللي ممكن تحصل جراء السفر الطويل اللي هو حوالي 12 ساعه. بعد كده كان التدريب النهارده كان الساعه 4:30 اللي هيئ اللعيبه للتمرين اللي كان استغرق حوالي ساعتين، وكان في اعتقد ان هو كان في جزء بدني كبير من او لمايكل ليندمان.
بالفعل يا كابتن ميدو، انا عايز اقول لك حاجه متعلقه برحله السفر. رغم مشقه السفر والرحله ساعه، لكن ده اقصر مده سفر ممكن يعني يتخطاها اي فريق لكي يصل من مصر الى بتسوانا. فريق تاونشيب عشان يصل لبرج العرب من العاصمه البتسوانيه جبروني، واحنا في هذا المكان قطع مسافه حوالي 24 ساعه سفر عشان يقدر يجي يلعب المباراه في برج العرب، لدرجه حتى انه عشان يسافر لجوهانسبرج من بتسوانا خد حافله 4 ساعات، ثم سافر الى دبي قعد ترانزيت حوالي ساعتين، ثم من دبي الى برج العرب مباشره. لكن الاجراءات الاداريه النادي الاهلي 12 ساعه او 11 ساعه سفر مده طويله، لكن دي افضل طرق السفر اللي ممكن تاخدها عشان تصل للمباراه. وبالتالي الجهاز الفني عشان كده اختار مده السفر ان هو يسافر قبل المباراه باربع ايام عشان يقدر يجهز. بعد طول مده السفر يقدر يعمل مرحله استشفاء في تدريبين، وبالتالي يكون هناك تدريبات على مدار 3 ايام يقدر الفريق يستعيد حالته البدنيه ويجهز كمان من ناحيه التكتيك والتدريبات الفنيه للمرحله القادمه. التدريب المسائي اليوم يا كابتن ميدو بصراحه بالنسبه لنا كانت هناك يعني عده مفاجآت. البعض كان بيتوقع ان التشكيل الاساسي الذي سيخوض مباراه السبت القادم هو نفس التشكيل الذي خاض به الاهلي في المباراه الماضيه في استاد برج العرب وفاز ب3 اهداف مقابل لا شيء. لكن الجهاز الفني يبدو انه على علم ودرايه كامله بالاداء الفني لفريق تاونشيب على ملعبه، وان الفريق الذي سيواجهه الاهلي يوم السبت يظهر بشكل مختلف تماما عن الفريق الذي واجهه من 10 ايام وفاز عليه بثلاثيه. وبالتالي هناك تعديلات قد تحدث في التشكيل بما رايناه اليوم في التدريب. تدعيم خط الدفاع بلاعب مدافع اخر مع تقليص عدد المهاجمين في الناحيه الهجوميه والاعتماد على مؤمن زكريا او احدهم جونيور اجاييه او وليد سليمان بالاضافه لوليد ازارو مع وجود ورقه رابحه في الشوط الثاني. كان هذا هو محور شكل التشكيل والاداء اللي ظهر به باتريس كارتيرون مع لاعبيه. لكن في الجزء الاخير من التدريب الفني ومع اداء بعض الجمل التكتيكيه عاد الفريق للتشكيله الاساسيه الذي خاض بها الاهلي المباراه الاخيره، فيما عدا مشاركه محمد هاني في مركز الظهير الايمن بدلا من احمد فتحي الذي تعذر سفره في اللحظات الاخيره حرصا من الجهاز الفني على سلامه اللاعب وحتى لا تتفاقم الاصابه، في ظل ان الفتره القادمه لن تسمح بعوده احمد فتحي للمشاركه بشكل اساسي امام تاونشيب. يا كابتن ميدو يعني يا سعيد تعالى فهمني بس الحته الدفاعيه عشان الناس يبقوا برده مشاركينا في كل حاجه، يعني ايه زود العدد في الحاله الدفاعيه او في الناحيه الدفاعيه؟ زود لعيب يعني مثلا ممكن يلعب ب5 لاعبين مدافعين، مدافع هنقول مثلا 3-5-2 3-4-3، يعني فهمني الدنيا علشان الناس برضو يعملوا فاهمين الدنيا بنتكلم فيها بشكل او باخر. إضافة أيمن أشرف بجوار سليف كوليبالي وسعد سمير، وعلى الجبهة اليمنى محمد هاني، وعلى الجبهة اليسرى علي معلول، وبالتالي أمامهم حسام عاشور وعمرو السلية، وأمامهم مؤمن زكريا جونيور أجاييه ووليد أزارو. تقدر تتكلم في طريقة اللعب 5-2-3 أو 5-3-2، إمكانية تراجع جونيور أجاييه أو مؤمن زكريا في الحالة الدفاعية مع ثنائي خط الوسط. يعني ده الشكل اللي ظهر فيه في التقسيمة الفنية في حوالي أول ربع ساعة من التقسيمة الفنية والشغل التكتيك اللي حصل. إضافة أيمن أشرف كمساك ثالث لكنه بيميل أكثر ناحية الطرف الأيسر مع علي معلول. هل الجبهة اليمنى في فريق تاونشيب على أرض وسط جمهوره احتمالية عودة لاعب لم يكن متواجدا في المباراة الأولى، غياب لاعب نتيجة الإنذار الثاني في المباراة السابقة وبالتالي عودة لاعب أساسي في مكانه، هي رؤية فنية من خلال بعض الهايلايتس والمتابعة الفنية لباتريس كارتيرون وجهازه المعاون كابتن محمد يوسف وسامي قمصان ومصطفى كمال لديهم رؤية معينة في مباراة العودة؟ كان فيها تحفيز شكلا يا كابتن ميدو بما رأيناه اليوم عن المباراة السابقة، بالإضافة إلى ذلك تحفيز دفاعي أم تقصد تحفيز في طريقة لعب؟ تحفيز في هذه الطريقة، تحفظ دفاعي؟ لا مش تحفظ، تحفيز إن أنا بوقف اللعب وبحفظ أيمن أشرف أنا ألعب في الناحية دي عشان أعمل كذا، ولا كان المضمون العام كان شكله إيه؟ ما أنا ممكن كمدرب إن أنا شايف مثلا ممكن حد بيتابع الدنيا، حد بيتفرج على التمرين، فممكن أعمل تضليل تكتيكي، وده بتحصل كتير جدا، وأرجع في الآخر للشكل النهائي بتاعي. انا اعتقد كده لان صعب جدا ان انا العب ب3-5-2 او 3-5-1-1. ما كانش فيه يعني تدخل كبير من باتريس كارتيرون اثناء تنفيذ هذا الشكل اللي بتكلم عليه كابتن ميدو بوجود ايمن اشرف، ولا حتى في الجزء الاخير. هي قد تكون تجربه لاداء شكل معين في الاداء الدفاعي او تحرك ايمن اشرف بشكل معين في المنطقه ما بين الدفاع ووسط الملعب. يعني طبعا هيتضح اكتر ده خلال التدريب غدا وتدريب يوم الجمعه، او تدريب غدا تحديدا لان تدريب يوم الجمعه هيكون فيه وسائل اعلام حاضره في اول ربع ساعه. لكن ما كانش فيه تدخل لباتريس كارتيرون في هذا الشكل الفني اثناء التدريب
التقسيمة الجماعية لمران الفريق اليوم على الجامعة البريطانية. عموما كل الامور دي هتتضح غدا باذن الله في شكل المران، لكن الشيء الطيب واللي اشيد بيه ان الحمد لله بعد ما انتهى التدريب في ملعب الجامعه البريطانيه هو يعتبر افضل ملعب هنا في بوتسوانا، رغم ان الملعب ارضيته يعني ليست بالحاله الجيده، لكن مع ذلك هو الافضل هنا في بوتسوانا. ومع ذلك الحمد لله الشيء الافضل والشيء المميز ان اللاعبين انهوا التدريب والحمد لله الحاله البدنيه جيده. دكتور خالد محمود اكد ان الحمد لله قائمه الفريق خاليه تماما من اي اصابات، وده الشيء الابرز في هذه الفتره، في ظل ان كمان عايز اكد على نقطه ثانيه، احنا في درجه حراره مختلفه تماما اجواء القاهره يا كابتن ميدو. درجه حراره بتكلم معاك فيه دلوقتي واحنا في بوتسوانا حوالي بتقترب من 4 درجات مئويه في المساء، درجه فيها بروده شديده، والمباراه ستقام على الاضواء الكاشفه في السادسه مساء، فبالتالي درجه الحراره هتكون منخفضه. جزئيه ان اي من اللاعبين لا قدر الله يتعرض لنزله برد شديده في الساعات الحاليه، الجهاز الطبي اتعامل مع هذه الجزئيه بشكل طيب مع اللاعبين، يعني بعيد عن الملعب واصابات الملاعب، ايضا نزله البرد قد تؤرق الجهاز الفني في الاستعداد للمباراه. الحمد لله اللاعبين ملتزمين تماما بالتعليمات الطبية من قبل دكتور خالد محمود. الحمد لله الشكل الفني والبدني حتى هذه اللحظات يسير بشكل جيد في ظل عدد قليل جدا كمان من الجالية المصرية هنا في بوتسوانا، فبالتالي الملعب بحضور 22 ألف متفرج قد يقترب من حضور هذا العدد لجماهير تاونشيب. أكيد يا محمد، احنا اتكلمنا أنا وأنت قبل كده إن الجو العام البرد أحسن من الجو الحر والرطوبة واللي كنا بنشوفه في أفريقيا. الجو البرد هيخلي اللعيبة تجري كتير، هتخلي لعيبه يعني يبقى عندهم حيويه اكتر من الجو الحر والرطوبه، فدي حاجه كويسه انت طمنتني، لكن طبعا مع الحفاظ على النزلات البرد اللي بتتكلم فيها. كان الدكتور خالد محمود بيتكلم ان في لعيبه او كل البعثه هتاخد تطعيم الثاني، كان خد تطعيم اول في القاهره، برضو طمنا على هذه جرعه التطعيمات. عايز اقول لك جرعه التطعيمات والادويه يعني فقدان حقائب السفر في مطار بوتسوانا هنا في جبروني اثار بعض الازمه، لان معظم المعدات والادوات الطبيه للاسف اللي فقد كان من خلال الجهاز الطبي والادوات الطبيه للجهاز الطبي مع الفريق، بالاضافه لبعض ادوات التدريب لكن كانت قليله. التطعيمات الحمد لله يعني النهارده الجهاز الطبي قدر الامكان حاول يوفر التطعيمات اللازمه للجهاز الفني واللاعبين، والنهارده بالفعل صباحا بعد الغداء مباشره كل اللعيبه بالجهاز الفني والمعاون خدوا التطعيمات والجرعة الثانية من حبوب الملاريا داخل فندق الإقامة. وبالفعل الحمد لله أقدر أطمنك أن هذه المسألة الحمد لله يعني انتهت على خير، والجهاز الطبي بيحاول يوفر خلال الساعات القادمة بعض الأمور الطبية لي يعني الاستعداد للمباراة بإذن الله يوم السبت القادم. لكن يعني الحمد لله رغم أن فقدان بعض الحقائب السفر لعدد من اللاعبين وبعض الأدوات الطبية للجهاز الطبي، لكن حبوب الملاريا تحديدا بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين الحمد لله كانت متوفرة بشكل جيد في الجرعة الثانية اليوم مع اللاعبين. والحمد لله خلال الساعات القادمه يعني اذا كان هناك اي فقدان لاي ادوات طبيه الجهاز الطبي بيحاول يوفرها قبل موعد المباراه، انك بتستخدم بعض هذه الادوات باذن الله في مباراه السبت القادم طبعا طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي والرولز اللي محطوط من قبل الكاف في هذه المباريات الافريقيه مع دوري ابطال افريقيا. اكيد يا محمد، يعني برضو عشان نطمن الجماهير على اوضاع البعثه في بوتسوانا، كان كل المسؤولين في بوتسوانا او في نادي تاونشيب اشادوا بالمعامله اللي شافوها من جانب النادي الاهلي، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، فاكيد كلهم دلوقتي بيحاولوا يذللوا كل العقبات اللي بتواجه بعثه النادي الاهلي في بوتسوانا. احسان كبير جدا من مسؤولي تاونشيب لدرجه ان رئيس النادي وهو على فكره عايز اقول لك معلومه هو هندي الجنسيه ليس بوتسواني، يعني هنا في استثمارات في كره القدم في دوري المحترفين في بوتسوانا، ورئيس النادي لتاونشيب هو رئيس هندي. وعلى فكره المقابل الاخر رئيس النادي لنادي جبروني وهو الديربي بين الفريقين في الدوري البوتسواني رئيس النادي لبناني، فبالتالي يمكن دي معلومه يعني لاحظناها خلال الساعات الجاريه منذ ان وصلنا الى بوتسوانا. الجزئيه اللي عايز اكد عليها ان كمان يعني رئيس النادي والاونر المتعلقين بالانديه هنا اكثر من جنسيات مختلفه، لكن لو بنتكلم على الاستقبال عايز اقول بصراحه رئيس النادي وفر كل الامكانيات، الاتوبيسات، البصات. طيب محمد سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا، في مشكله ان شاء الله نحاول نرجع لمحمد سعيد تاني. محمد سعيد انا بحاول اخد منه كل حاجه اطمنكم بيها عشان تبقوا عايشين مع بعثه الفريق في بوتسوانا في جابروني، يعني طمنا على كل اجواء المعسكر، اتكلم كمان عن الجو العام، الجو برد جدا، درجه الحراره 4 دلوقتي زي محمد سعيد بيقول، اتكلم على الجهاز الطبي بقياده الدكتور خالد محمود.